المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. مصر على خريطة الاستثمارات الدولية وسط حشد دولي وعربي لم تشهده مصر من قبل، ووفود مختلفة جاءت من شتى بقاع الدنيا لتحط برحالها في مدينة شرم الشيخ الجميلة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس المؤتمر الاقتصادي مصر المستقبل في مشهد تاريخي يمكن أن يمثل فرصة تاريخية أيضا لبناء مصر التي حلمنا بها زمنا طويلا. الرئيس السيسي خلال كلماته أكد على أن الاقتصاد المصري لا يكتفي بما يتم إنجازه بمشروعات عملاقة بدعم اقتصاد السوق الذي يؤمن بدور القطاع الخاص في بيئة مستقلة، فمصر قد وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وفقا لمذهب التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني معا، ومواصلة لدورها التاريخي في دعم مصر ومساندة شعبها. لم تتوانى دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت في تقديم حزمة من المساعدات من أجل إنعاش الاقتصاد المصري. فخلال كلمته بالمؤتمر أكد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد أن القطاع الاقتصادي الكويتي وجد في مصر الملاذ الآمن للاستثمار، مؤكدا على دعم بلاده اللامحدود لمصر وشعبها، معلنا عن توجيه 4 مليارات دولار للاستثمار في قطاع الاقتصاد المصري. أما المملكة العربية السعودية من جانبها أكدت على عمق ودفء العلاقات التاريخية بين القاهرة والرياض على لسان ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، الذي أكد على استمرار دعم المملكة لمصر وشعبها بتقديم حزمة مساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار. ثم جاء دور دولة الإمارات العربية المتحدة ليبرهن على التناغم والدفء الشديدين في علاقة القاهرة بشقيقاتها في الخليج على لسان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الذي أوضح بأنه لا وجود للأمة العربية بدون مصر، وأن الإمارات تفخر بعلاقتها التاريخية مع مصر التي تعد بمثابة الوطن الثاني للإماراتيين، معلنا عن دعم بلاده لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منهم 2 ملياران كوديعة في البنك المركزي و2 ملياران أخريان لتنشيط الاقتصاد المصري. في النهاية، وإن كان مؤتمر شرم الشيخ يمثل بداية لعصر جديد ورؤى أكثر واقعية تضع مصر على خارطة الاستثمارات الدولية، فإنه تبقى حقيقة واحدة مؤكدة، وهي أن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها.